أحاول أقدم هيك ملخص سريع لمحاور المؤتمر، وهي عبارة عن ملاحظات ختامية. الثقافة الفلسطينية لليوم، تعبيرات وتحديات وآفاق. ناقشت أعمال هذا المؤتمر على مدار 3 أيام ومن خلال أكثر من 33 مداخلة المشهد الثقافي الفلسطيني عبر 8 محاور أساسية. تعلق بعضها بالأزمات التي تواجه هذا القطاع بشكل عام وخلال جائحة كورونا بشكل خاص، كما تعلق بعضها الآخر بالقيود الناتجة عن الأوضاع التي يفرضها المستعمر الإسرائيلي منذ عدة عقود، وحالة التشظي والتشرذم المكاني والاجتماعي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني داخل ضفة غزة، شتات، مهجر، قدس إلى آخره. في توصيف ورصد هذا المشهد لم يغب عن إلياس خوري في مداخلته القيمة والمبدعة، المداخلة الافتتاحية، الانتكاسة التي يشهدها المشروع الوطني في الداخل وانحصار التضامن العربي مع فلسطين والحروب الأهلية والصراعات التي تشهدها الساحة العربية وهيمنة مشاريع صفقة القرن وتبعاتها في التطبيع الثقافي بين إسرائيل وبعض الدول العربية. ولكن رغم ذلك نفق الثقافة بالنسبة لأستاذ إلياس فتح ويفتح على مساحات واسعة من الأمل وتجاوز واقع الحال. كذلك تناول ماهر الشريف من خلال مداخلته قضية أساسية، وهي طبيعة الثقافة النقدية الفلسطينية وطبيعة المضامين التي تنطوي عليها مفهوم التحرر المجتمعي. ناقش المحور الأول دور المثقف في المشروع الوطني التحرر اليوم، وهو دور آخذ بالتراجع للأسف والانحصار، حيث تم استبعاد المثقفين وهم أيضا ابتعدوا عن العمل السياسي، فتناول المحور دلالات ذلك حاليا. كذلك دور المثقف في تعزيز واستمرارية المقاطعة رغم هرولة المجموعة المتزايدة من الفنانين العرب للتطبيع للأسف. أما المحور الثاني فكان حول الأسرى وتجاربهم في الإنتاج الأدبي والفكري والتعلم والتعليم والصعوبات التي يواجهونها ومحاولاتهم الدائمة لتحدي السجان والاستمرار في الإبداع كوسيلة لتجاوز جدران المعتقل. أما المحور الثالث فتناول مقاربات في التعبيرات الثقافية البصرية، ناقش فيها المشاركون مجموعة من التعبيرات كالموسيقى والأدب والتصميم والفنون التشكيلية رغم تفكك الهوية وبروز الهموم المحلية هنا هناك، وهو بحد ذاته كان تحدي أمام الإنتاج الثقافي. أما المحور الرابع فتناول تعبيرات جديدة في الأدب، حيث ارتفعت نبرة الذات في الكتابة الأدبية ومدى تعبير ذلك عن العلاقة بين الذات والمجتمع وبين الذات والهم العام، ومدى قدرة الأدب في النقد وتحدي الهيمنة السائدة من خلال طرح آفاق جديدة ورؤى إبداعية وتخيل عالم أكثر إنسانية، خاصة أن ذلك أصبح ممكن في ظل اختلاط الأدوات، في ظل اختلاط الأدوار في فضاءات النشر الإلكتروني والعالم الافتراضي وانفتاح مساحات النشر والخروج عن الرقابة بأشكالها المتعددة. تناول أيضا المؤتمر بعض المداخلات حول إشكاليات ممارسة العمل المعماري في فلسطين في العقد الأخير كمنتج ثقافي واجتماعي وسياسي. كذلك تناول المحور السادس تحديات التمويل هذا اليوم صباحا وتأثيرها في الثقافة الفلسطينية، فالتمويل هو تحدي أساسي وأحد أوجه الأزمة الذي يواجه هذا القطاع. فهذا التمويل وهذا التهديد يواجه كافة المؤسسات الثقافية، فناقش المشاركون دور التمويل الأجنبي والتمويل من خلال المؤسسات الوطنية المحلية وبعض التجارب أيضاً لتعزيز التمويل الذاتي المستقل. المحور السابع تناول الفنون الأدائية والتحديات المعاصرة بشكل حواري، وحاول المشاركون الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بطبيعة هذه الفنون المعاصرة، الرقص المعاصر، موسيقى الراب والهيب هوب والمسرح إلى آخره، وناقش المشاركون بصراحة تامة مدى تقبل المجتمع لهذه الفنون، أسباب انتشارها لدى جيل الشباب، ومدى تقبلهم وعدم تقبلهم في المجتمع. أما المحور الثامن وهو المحور الذي سمعته الآن،
ناقش تجليات الهوية في الفنون البصرية وجدلية العلاقة بين الممارسات الثقافية في الفنون المعاصرة والعمل السياسي ودور الفنان الفلسطيني العربي في بناء المستقبل، رغم ما تحدث عنه زميلنا وائل طبيعاً اعتداءات على التماثيل وتدميرها في جولان ورام الله ومعانيها الرمزية وعلاقة ذلك بتمثلات الهوية الجمعية. ثلاثة أيام ومجموعة كبيرة من المداخلات فتحت مساحات واسعة للنقاش وحاولت أن تجيب على العديد من الأسئلة، وقيل الكثير عن الأزمات ولكن أيضاً قيل الكثير عن الآفاق وعن الأمل والتفاؤل، وما زال الكثير من الأسئلة مفتوحة للمستقبل. وطالما لدينا فنانين ومبدعين أعتقد أننا لن نخشى المستقبل رغم الصعاب. دعوني أشكر كل المشاركين في هذا المؤتمر، وكذلك دعوني أشكر الجهود المجهولين الذين ساهموا، ابتداء من خالد فراج مدير عام مؤسسة الدراسات الفلسطينية الذي كان معنا طوال الوقت عبر زوم، وكذلك علاء الجرادات مدير مؤسسة رام الله. أشكر أيضا سليم تماري ومهند عبد الحميد، رنا علاني تحديدا منسقة المؤتمر التي واصلت الليل بالنهار ليرى هذا المؤتمر النور، وبمساعدة زميلتنا لبنى طه، شكرا لكما جزيل الشكر. زين عريقاط أيضا، محمد الخالدي، محمد رزق، فؤاد عكليك، مي طبيلة، زين هارون، عبير عجلي، لانا رنتيسي، سميرة ديك، حسام والليل، مشهود زايد، كارل خوري، فراس خوري، سماح جرادات، انمار رفيدي، عامر حسن، سامر حامد، علي مسالمة. وايضا اشكر من جامعه بيرزيت نبيل جلال وايهاب هنيه، واشكر كليه الفنون والموسيقى ممثله بعميدها يزيد الرفاعي ومساعدته ريدا خوري. شكرا للجميع وشكرا لكافه المتطوعين وشكرا لحضوركم والى اللقاء.